وأهلا وسهلا بكم مجددا. دائما سيداتنا ونشمياتنا الأردنيات متميزات في العديد من المجالات، ومن المجالات اليوم المتميزة بتصميم الأزياء والتصميم أيضا الحقائب والرسم اليدوي الجميل جدا. راح تكون معنا رنا الشخشير وهي مصممة أزياء، راح تكلمنا أكثر عن تصميماتها وكيف بلشت وقديش اليوم مهم أنه المصمم يتميز تحديدا في هذا الفضاء الإلكتروني الواسع اللي فيه العديد من المصممين الشباب إن كان سيدات ورجال تحديدا في المجتمع الأردني. فمنصبح على رنا وأهلا وسهلا. أهلا، صباح الخير، كيف حالك رنا؟ الحمد لله تمام. رنا، تحدث بالبداية عن بدايتك بتصميم الأزياء. هلا أنا درست جرافيك ديزاين وعم بشتغل بهذا المجال من 15 سنة وعندي خبرة بمجالي 15 سنة. من سنتين خطرت في بالي فكرة إنه ليش ما أدخل الفن والرسم والتصاميم بالأزياء اللي بنلبسها بشكل يومي. من تقريبا من سنتين كنت بزيارة لدولة عربية. ولفت نظري الشناتي الجلد الطبيعي اللي كله شغل يدوي وخياطة يدوية ومرسوم عليهم بطريقة حلوة. فقلت يعني من سنتين عم بفكر بالموضوع إنه حابة أعمل نفس هاي الفكرة بس بلمستي وبتصاميمي الخاصة تاتش أردنية، خلينا أيوة نحكي بالزبط. بإنتاج بأيدينا نحن. تمام بالضبط. أوكي، فبلشت بمشروعي تقريبا إلي 6-7 أشهر. دورت على المصادر هون وين في جلد طبيعي، وين في ناس بتخيط بإيدها الجلد الطبيعي. الألوان الألوان لأنه المستعملة خصوصي للجلد. دورت عليها الصراحة، في إشي لقيته عنا هون بالأردن وإشي طلبته من برا أونلاين، لأنه في ألوان خصوصية للجلد وألوان خصوصية للرسم على الملابس والجاكيتات الجينز، كل ألوان خاصة ب الماتيريال تبعها. طب رنا، انت بترسمي بايدك صح؟ برسم بإيدي. ان كان على الجزادين الجلد الموجودين معنا او الحقائب اليدويه او الجزدان او ان كان ايضا الجاكيتات او الفستات الجينز. في معنى الصبيه رح تفرجينا اول قطعه، بعدين بنرجع نحكي عن الجزادين. رنا اذا سمحتي نتحدث عن القطعه الاولى. هاي القطعة الأولى فيست جيليه جينز، كمان من تصميمي. حلو. ومرسوم عليه ورد من قدام، من الجيب من قدام ومن وراء. أوكي. كل قطعة الصراحة هي فريدة، يعني ما صحيح. في يعني من كل قطعة بس في تنتين والرسمة بس رسمة واحدة بس عشان تتميز الصبية لما بتلبس القطعة تكون مميزة فقط معمولة إلها. أوكي، قديش بياخد معك وقت رنا التصميم والرسم؟ بعرف الرسم بأخذ وقت كتير كبير وبده دقة. يعني صراحة كل قطعة تقريبا بتاخد 3 أيام لتخلص خلص، يعني تكون كاملة. كل تصميم وشو شغل بين شنطة وبين الجينزات أو سواء حتى في مثلا في قمصان هلأ أبيض عم بشتغل عليهم. كل قطعة يعني بدها تقريبا يعني وقت مثلا عند بين انك تروحي تنقي القماش بايدك، تشوفي الالوان، تشوفي شو المتوفر، لانه مش دائما متوفر اللي انت بدك اياه او اللون اللي بدك اياه او الخامة اللي انت بدك اياها. فالصراحة كله بياخذ وقت يعني بين انك تنقي القطعة وبين انك تروحي عند الخياط وبين انه تختاري الرسمة والالوان، ف كل قطعة بتاخذ مجهود. بنشوف الجينز اللي مستخدميته طري شوي، يعني مش من الجينز القاسي، خلينا نحكي قديش كمان هذا بيعطي سهولة للسيدة او للصبية تلبسه على اكثر من يعني كان على الجينز نفسه على القماش، قديش هذا بيعطي كمان سهولة اكثر باستخدام هذه القطعة. هو الصراحة يعني حاولت انقي اشياء عملية تكون انك تلبسيها، سواء تكون يعني تكون عملية، وحتى اوقات مثلا ممكن تظبطي اللبسة انها تكون كمان بشكل رسمي. فهي على الجهتين عملية، وحتى خامتها عملية كمان بالغسيل، لأنه كمان هلأ كل القطع مرسوم عليهم يدوي، فكلها جاهزة إنها تنغسل، بس طبعاً بخصوصية معينة بنفعش نحط. أيوة بالضبط، إنه كل شيء يكون إنه لليدوي، غسيل يدوي أو مثلاً سواء بالغسالة تكون للغسيل اليدوي عشان نضلنا نحافظ على القطعة. على القطعة. طب افرض رسمتي هيك رسمة ولازم
نشيل ونحط قديش هون الصعوبة بتكون؟ بتصير 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 يعني وأنا برسم مثلاً يعني ممكن بس بتعملي هيك باللون وقع نقطة أو هذا طبعاً خلص ما بتقدري تشيليه مستحيل فبتحاولي تزبطي الرسمة حسب اللي صار معك أو حسب اللي مثلاً الغلطة اللي عملتيها أو الهاد بتحاولي بتزبطي الرسمة على هذا الأساس وهون صراحة يعني تكمن الخبرة والفن بعد فترة صح طب نشوف القطعة كمان الثانية بنشوف عليها خريطة فلسطين وعرق الزيتون ومكتوب عليها باقونة ما بقي الزعتر والزيتون أكيد جميل جدا أيضا بتجيك هاي الأفكار يعني أنت بتجيك هذه الأفكار ولا مثلا بتشوفي حسب طلب الزبون حسب شو أيضا هلا دارج هلا أكثر الصراحة عشان هاي لسه أول بدايتي وأول كولكشن هاي كلها كانت من أفكاري الخاصة ومش من يعني مش طلبات خاصة أوكي. يعني كانت فكلها أفكاري من يعني بتشوفي مثلا إيش في حواليك مثلا بفوت على المواقع العالمية تبعت الشناتي أو تبعون الأزياء بتشوفي ايش مثلا هلا في موديلات جديده وطبعا لازم تحطي انت بصمتك طبعًا. على كل قطعه وتظبطيها حسب كمان ثقافتنا صح. بالبلد اللي انت فيها صح بنشوف اخر قطعه اللي هي الفراشه يعني بناسب الجميع يعني الوان جميله جدا كمان في رسمه على الظهر من الخلف كبيره كمان. بناسب الصراحة الصبايا الصغار اللي زي جيدة وبناسب كمان الأعمار الأكبر صح. اللي بالثلاثينات الأربعينات كمان يعني فهو مناسب للصبايا وللأكبر العمر طبعاً بنشكر جيدة اليوم على تعاونها معنا فحبيبتي جيدة كرموشة تجنن طيب نروح لموضوع الشناتي هلال بنعرف خامة الجلد مهمة جداً والكل بحب يدور يقول لك أنا بدي جلد بعيداً عن نوعية المنتجات الموجودة حتى الماركات العالمية بتكون عشان بس الاسم التجاري تبعها بعيداً عن المبالغ الطائلة اللي بندفعها حق الجزدان فنتحدث عن نوعية الجلد اللي بتجيبيها هل هي من محلياً ولا في إشي هون وبر تحثينا هلا اول شيء يعني الفكره اكثر كمان يعني انه دخلت في راسي بدي اعملها خصوصا هلا مع حملات المقاطعه العالميه للماركات العالميه والصراحه يعني صرنا نشوف انه احنا بنقدر نستغني عن الماركات العالمية اللي إنه مثلاً خلص صرنا نشوف بس هي الموجودة أو بس هي اللي هي بالجودة العالية بالمقابل إحنا عنا هون بالأردن ويعني عنا جودة عالية عنا تصاميم مميزة عنا مصممين أردنيين كمان يعني مميزين ووصلوا للمنطقة العربية اللي حوالينا ف يعني وقديش نجحوا مصممين الأردنيين وهنا بدأ أركز عليه نحن طول عمرنا منشجع على المنتج المحلي صح. وطول عمرنا منشجع على ما صنع في الأردن صح. فقديش كانت هذه الفرصة جميلة بأنه إحنا نفرجي قدراتنا أردنيا أنه لدينا العديد من الطاقات وحضرتك من هذه الطاقات فكيف كان إقبال الناس على شراء هذه الحقائب الجلدية الصراحة إقبال الناس كان عن جد يعني كتير حلو كتير إجاني تعليقات جميلة وأنه والله شغلك مرتب شغلك حلو شغلك فعلا فريد ما في هلأ في ممكن مثلا تلاقي حقائب اللي هي مش الجلد الطبيعي عندنا هون سوق الجلد الطبيعي شويه اقل من أقل من حتى الدول حوالينا ومحدود خصوصي انه بتوفر المواد الخام يعني مش دائما بنلاقي الجلود اللي احنا بدنا اياها تسمحوا لي اتدخل ولا لا تدخلت وقعدت دخلت على السكت عيب حكيت دخلت على السكت مو عشان اسمع يعطيك العافيه وسهلا فيك يعني اول شيء نشكرك على الأزياء الجميلة والتصاميم الجميلة هاي بس أنا بدي أسألك سؤال دائما الرجال مظلومين بهذا الموضوع ما توجهتي للرجال لسه إلهم. يعني إلهم. ما توجهتي لتصميم الرجال إلهم إلهم الصراحة محافظ رجالية من الجلد الطبيعي جميل. وخياطة يدوية وهنا عم نشتغل عليهم يخلف عليك لا ما تخاف ما تقلق وفي أشياء كتير حلوة ومرتبة وهيك هلا هيك يعني شيء لطيف وجميل جدا رنا للأمانة الفينشينج الموجود
يعني ما بجامل تحديدا، ولكن الفينشنج الموجود بضاهي للأمانة العديد من يعني العلامات التجارية، فإحنا ليش ما نشجع المحلي ونشجع منتجاتنا المحلية وندعم المنتج المحلي بغض النظر عن أي شيء آخر؟ وهنا هذا الشيء خصوصا هون بصير بدي أحكي. يلا طبعا إحنا الصراحة هون بالبلد كمان جلالة الملكة رانيا العبد الله كثير بتدعم صح. المصممين صح. الأردنيين صح. خصوصا الناشئين صح. ودليل إنه إحنا شفنا كثير إنه هي عم جلالتها عم تلبس من مصممين أردنيين بالمناسبات صح. الوطنية صحيح. والعائلية، والصراحة كان لها كثير دور وما زالت طبعاً. دور كثير كبير بتشجيع المصممين الأردنيين صح. والصناعة المحلية والترويج لكل شيء أردني، كل شيء وهذا أردني وهذا شيء مهم جدا مهم جدا للأمانة. عن جد بشكرها أكيد. من كل قلبي على دعمها المتواصل. وإحنا نشكرك تواجدك معنا لليوم وإضافة للبرنامج يوم جديد. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. شكرا على استضافتكم وكمان دعمكم للمواهب الأردنية الناشئة. واجبنا صفحتك بس هيك سريعة لأنه بحب يتواصل معك. صفحتي اسمها RS Designs 2024 على الانستغرام وعلى الفيسبوك. تمام، بحب يتواصل معها بيقدروا يتمتعوا في هذه التحف الجميلة جدا بالنسبة للحقائب وأيضا الجاكيتات الجينز.